خير جليس في الزمان كتاب. خير جليس حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، ووسيلة للتواصل فيما بين الأجياء وفيما بين الثقافات. معين الحكمة والمعرفة الذي ننهل منه ما نحتاج، خاصة إذا احتجنا منه الحكم والمعارف، وهو الكتاب. بالتأكيد، اليوم 23 من أبريل، وهو يوم في كل عام يحتفل العالم بيوم الكتاب، في إشارة إلى أهمية هذا الصديق الصدوق. اليوم لنا لقاء ولنا حديث مطول مع عن اليوم العالمي للكتاب مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز مطيران السويط، رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. رح يكلمنا أكثر عن هذا الموضوع، ولكن بعد هذا التقرير. نصبح بالخير على ضيفنا الدكتور عبد العزيز. صباح الخير. يا هلا، صبحكم الله بالنور جميعا. حياكم على السادة مشاهدين برنامجكم صباح الخير يكون. كل عام وانتم بخير بالبداية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب. وانتم بخير وصحة وسلامة. ونتكلم عن شيء كان صديقنا في الطفولة، ولأننا تربينا على صداقته يمكن ما زال ويانا، ولكن الجيل الآخر ما أدري عن صداقته هل هي إلكترونية ولا ما زال مع الكتاب. فنبي نعرف منك هالشيء دكتور. طبعا صبحكم الله بالخير. موضوعكم اليوم اللي هو تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب، هذا اليوم طبعا الذي يغر من قبل الأمم المتحدة للثقافة والتربية اليونسكو في مؤتمرها طبعا اللي أقيم في باريس عام 1995 للتشجيع على القراءة وحماية حقوق المؤلفين. وتم تحديد هذا اليوم اللي هو 23 أبريل 1995 ونحتفل فيه سنويا بهذا اليوم. طبعا للقراءة أهمية كبيرة. طبعا القراءة هي غذاء العقل وزاد الروح، ولا يوجد تقدم وازدهار من غير قراءة واطلاع. وأشارت الكثير من الدراسات بأن هناك 70% يتعلم الفرد من خلال القراءة، و30% من خلال المواقف الحياتية. فمن الضرورة التركيز على القراءة والحث على القراءة، يعني ليكون عندهم المام في المعلومات المختلفة. وهذا ما ينقصنا صراحة في مناهجنا في وزارة التربية. احنا بنتطرق له خاصة المناهج ومسألة المادة في السابقة لمادة القراءة والذهاب إلى مكتبة المدرسة، بنتطرق لها الآن دكتور. لكن خلنا نتكلم عن جانب مهم الآن، وهو إلى أين وصلت مكانة الكتاب وسط هذا الكم الهائل من الوسائل والوسائط الأخرى مثل التواصل الاجتماعي، أصبحت تغني عن الكتاب التقليدي نوعا ما. صحيح. طبعا ظهور التكنولوجيا الحديثة، التكنولوجيا الحديثة غزت العالم بأكمله، والكل تكيف مع هذه التكنولوجيا. لو نبي نشوف الحين الشركات التجارية، مطاعمنا أصبحت عملية التواصل حتى مع المطاعم إلكترونية، فالكل تكيف مع هذه التكنولوجيا. وحتى مكتباتنا أصبحت لدينا الآن مكتبة رقمية، مكتبة إلكترونية، يتواصل الطالب أو الفرد من مع التكنولوجيا أو الجهاز الآيباد أو الوسيلة التكنولوجية اللي معاه مع مكتبات عالمية و24 ساعة. يعني أنا الحين إذا أبي أتصفح كتاب في مكتبة الكونغرس أقدر أدخلها من خلال الآيفون اللي معي أو الجهاز الوسيلة الأجهزة الذكية، الأجهزة الذكية، وأتصفح هذا الكتاب الإلكتروني. فسهولة الوصول إلى الكتاب 24 ساعة، ولكن في البعض يعشق الكتاب الورقي ويعشق الكتاب الإلكتروني. ومثل ما أنتم شايفين في معرض الكتاب السابق، شايفين الإقبال الكبير على هذا المعرض، لأن هناك من يعشق قراءة الكتب التقليدية، فصنفناهم إلى تصنيفات. يعني تم تصنيفهم من قبل المختصين في مجال المكتبات والمعلومات، في الجامع اللي هو الجامع العادي اللي يجمع الكتاب حسب ميوله وتخصصه، حسب دراسته مثلا أو حسب اختصاصاته. أيضا في ما في أيضا تم تصنيفه في الجامع العاشق اللي هو يجمع الكتب بحبه للقراءة والاطلاع في جميع التخصصات. أيضا في اللي هو الجامع المجنون، وهذا الجامع طبعا اللي يعني
يشتري الكتب من زين ويترك اللي هو الشغلات المهمة الحياتية، فيهتم في شراءة الكتب ويترك المستلزمات الحياتية المهمة. فهذه هي التصنيفات. فهناك من يفضل قراءة الكتب بشكلها الإلكتروني، وهناك من يفضل قراءة الكتب الورقي بشكلها الورقي. ولكن في الجيل الحالي لا، الكل يفضل قراءة الكتاب في طريقتها الإلكترونية، ولأن الفرد حاليا أو الشاب عايش وقته كله خلال يعني الجهاز. عن طريق الجهاز الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. شخص يصحى من النوم على طول يبطل تلفونه، يدش إلى سناب شات والتويتر والإنستغرام يشوف الأحداث اللي حصلت في هذا اليوم. بالتأكيد دكتور، احنا بدينا على طف الموضوع وما توقفنا أو طافني هذا السؤال اللي هو دلالة هذا اليوم، ليش تم الاحتفال فيه ب 23 أبريل وما هي الدلالة اللي مرتبطة في هذا التاريخ؟ احنا قلنا في البداية أن تم تحديد هذا اليوم في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة في اليونسكو الذي أقيمت في باريس. تم تحديد هذا اليوم في عام 1995. هذا اليوم حددوه ليكون يوما عالميا للتشجيع على القراءة وحماية حقوق المؤلفين، وتم الاحتفال بهذا اليوم كل عام. وإحنا صراحة كنا إحنا جمعية مكتبات مشهرة من قبل وزارة الشؤون، عملنا معرض للكتاب، وكان العام طبعا، وكان هذا المعرض برعاية من الشيخة الدكتورة سعاد الصباح. نعم الشاعر، وهي الرئيس الفخري لجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. والأمانة شارك في هذا المعرض تقريبا 20 دار نشر، كان في المدرسة القبلية، وكان الأمانة في إقبال كبير على هذا المعرض، وكان المعرض الأول لجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. الأمانة إحنا صراحة يعني إحنا يعني هذا التطوع من عندنا ورعاية كريمة من الشيخ الدكتور سعاد الصباح. إحنا جمعية نفعان مشهرة ولكن فقط الشهر من غير دعم مالي. إحنا نتمنى أيضا من وزارة التربية، المؤسسات المختلفة، أن تسلط الضوء على هذا اليوم بحيث إحنا نحث الجميع على القراءة والاطلاع. مو شرط إحنا قلنا القراءة والاطلاع أنك تمسك كتاب تقعد تقرأ، لا، ممكن من خلال جهازك، ممكن من خلال المكتبات الإلكترونية المختلفة الموجودة. هناك مكتبات إلكترونية كثيرة. إحنا نبي نشوف يعني مثل الدول الأخرى المتقدمة. ليش هو متقدمة؟ لأن في وعي، بأهمية الكتاب. يعني إحنا نشوف في الدول الأجنبية تلقاه قاعد في الكافي ماسك له كتاب قاعد يقرأ. إحنا هني تقعد في الكافي ما في ولا واحد ماسك كتاب ولا واحد ماسك. يستنكرون. ليش قاعد يقرأ؟ المهم إنه هو يكون في قراءة، في اطلاع، في تثقيف للنفس. طيب دكتور، إحنا قبل شوي تكلمنا وأنت في سياق إجابتك ذكرت دور المكتبات. إحنا في السابق نتذكر إن في عندنا مادة من ضمن حصة اللغة العربية القراءة، كنا نذهب الطلاب إلى المكتبة وكل واحد يختار كتاب ويقرأ هذا الكتاب، وفي من يستعير هذا الكتاب، وفي بعض الأساتذة الله يذكرهم بالخير ممكن أنه يسألك عن الكتاب اللي أنت أخذته شغلات معينة. وين هذا، وين هذا الشيء اللي مو موجود حاليا؟ للأسف يعني المناهج يتم التعديل عليها باستمرار وإضافة مقرر وإلقاء مقرر. يعني مادة المكتبة والبحث كانت مقرر إلزامي من سنة 77 إلى سنة 2006 وتم وضعها كمقرر اختياري ضمن مقررات الاختيار الحر في الثانوية العامة. طبعا احنا لا نقلل من شأن أي مادة اختيارية، ولكن مثل هذه المقرر اللي هي المكتبة والبحث مقرر مهم. أكيد. يجب أن يكون موجود بحيث ان الطالب يعرف اللي هو تنمي موهبه القراءه لدى هذا الطالب وتشجع على اجراء البحوث العلميه بالشكل الصحيح. صحيح. يعني احنا شايفين الطلبه حاليا في المرحله الجامعيه للاسف لا يمتلك مهاره البحث، يلجا الى مركز تجاري ممكن يدفع مبلغ
وغدره من اجل ان يعمل له بحث. هذا يمكن اللي تفضلت فيه اختي قبل شويه منيا، انه كان في جهد شخصي ذاتي قلتي قبل شويه، اللي هو قضيه الاطلاع الخارجي، اللي هو في بعض المواد خاصه اللغه العربيه كانت المناهج تطلب اطلاع خارجي، ان تاتي بماده او بكتاب متعلق بالمنهج نفسه، ولكن ان يقرا ويلخصه. هذا مشروع تحدي القراءه. نعم. طبعا مشروع تحدي القراءه الذي يقيمه اللي هو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم طبعا على المستوى الدول العربيه. هذا المشروع شاركت فيه دوله الكويت بعدد 63 ألف طالب ما شاء الله، شارك في هذا المشروع الذي ختم قبل يعني تقريبا أسبوع. 63 ألف طالب شارك في هذا المشروع الضخم. المشروع عبارة عن شنو؟ عبارة عن كل طالب يقرأ 50 قصة ويلخص هذه القصص بحيث، وفي طبعا بإشراف أمين المكتبة ومعلم اللغة العربية، ويتم تصفيتهم إلى 10 طلاب، وطبعا يأخذون اللي هو جوائز. جوائز محفزة. إحنا الطالب الحين لما أنت تسوي له مسابقة أو تشاركه في مشاريع وتقول له في نهاية هذا المشروع راح تستفيد، تتثقف وتستفيد أيضا ماديا، وبالتالي راح يشارك هذا الطالب عليك الأضواء وتصبح نجم. فشاركوا 10، لا اللي شاركوا 63 ألف، طبعا اللي تأهلوا 10، واحد اللي هو راح يروح للتصفيات ما بين الدول النهائية، وتسعة تم تقريبا يعني منحهم اللي هو مبلغ مالي، ويزورون أيضا الدولة ويشاركون في التصفيات النهائية، ولكن مش متسابق، يشارك ضيف. نعم. على حسابهم طبعا، على حساب المشروع. وهذه المشاريع وهذه المسابقات إيه اللي تعيدنا القراءة صراحة. يعني احنا الحين لما نكثف المسابقات في المدرسة على مستوى المدرسة، لما احنا نحط لهم مثلا يا طلاب نعطيهم مثلا سؤال معين، واليوم في ساعة المكتبة نفعل دور المكتبة، ليش نخليها شيء مقبرة مع هالكتب؟ يا طلاب روح ابحث عن هذا السؤال ودور لنا اجابته، واللي يحصل هذه الاجابة راح يحصل على جائزة معينة أو درجة معينة. خل تكون الجائزة مثلا من اللي قاعد يحبونه، والله آخر جهاز مثلا ذكي من الأجهزة والموبايلات. هذا يعني على مستوى المناطق لهم التعليمية. هذا الشيء محفز، هذا الشيء اللي يعيد لنا اللي هي أمة تغرى صراحة. يعيد لنا القراءة في بالتأكيد. والقراءة ليست ثقافة فقط، بل هي فصاحة للسان وفتح للأفق، وكذلك انطلاقة حتى للكتابة. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز مطيران السويط، رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. شكرا. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم. فاصل مشاهدينا ونرجع لكم.